إن رفعت هاواي بعض القيود على السفر حتى توافد إليها نحو 8000 سائح. فهونولولو قررت التخلي عن الإجراء السابق بالحجر الصحي للقادمين لمدة أسبوعين واستبداله ببرنامج اختبار ما قبل السفر. ويسمح الاختبار لأي مسافر يحصل على نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا بالقدوم لهاواي من دون إعادة الاختبار في المطار. وتسعى هاواي عبر برنامج الاختبار الجديد لإنقاذ الاقتصاد السياحي المتداعي على خلفية سياسات الإغلاق إثر انتشار فيروس كورونا. لكن إنعاش الاقتصاد لا يبدو حجة كافية لبعض رؤساء البلديات الذين طالبوا بإجراء اختبار ثان إلزامي لجميع القادمين. وهو ما رد عليه حاكم الولاية بقوله إن رؤساء البلديات يمكنهم تنفيذ إجراءات اختبار ثانوية، لكن التكلفة ستترك للمقاطعات في أمر قد يخلق فوضى لزائري المقاطعات المختلفة. وفي السابق خففت هاواي من بعض القيود خلال الصيف، غير أن ارتفاع انتشار المرض إلى مستويات مقلقة أجبر السكان على الدخول في جولة ثانية من الإغلاق. ويعتمد اقتصاد هاواي على السياحة، وقال مسؤولون إن أكثر من 100 مطعم أغلقوا أبوابهم بشكل دائم، وسط توقعات بأن تواجه نحو 50% من مطاعم هاواي المصير ذاته خلال الأشهر المقبلة.